لو الحكاية فيها إن فيديو ورسم وخلافه مصر ما صنعتش مجدها بالجيوش الغازية ولا بالاقتصاد البترولي ولا غير ذلك، وإنما بالقوة الناعمة. من أجل هذا تعتبر مهمة رعاية الفنون والآداب في مصر مهمة كبيرة وجسيمة جدا، يجب أن تتضافر لها كل الجهود الرسمية والمدنية لإعلاء شأنها ولرعاية من يتصدون لها. هذا ما فعلته مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون. بدأت منذ عام وقالت أنها ستشجع الفنون، هكذا بدأت، وكانت موضع اختبار، هل ستنجح؟ هل سيقبل عليها الشباب؟ هل ستتمكن بالفعل من تقديم مواهب جديدة تثري حياتنا الفنية والثقافية؟ الحقيقة أنه خلال السنة الماضية تمكنت المؤسسة من أنها تحقق هذه الأهداف بجدارة، وأيضاً المجتمع المدني ليساهم جنباً إلى جنب ويد واحدة مع الدولة في رعاية الثقافة والفنون. في بلد زي مصر فيها 100 مليون، وفي بلد زي مصر تاريخها كله ومجدها لم يقم إلا على الثقافة والفنون من معمار.